يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الأمراء يا صلاة يا صلاة يا صلاة. الشيخ زكريا أحمد كانت بداياته بدايات أزهرية، فهو كان حافظ للقرآن، دخل الأزهر طبعا ما استمرش فيه يعني، ولكن حافظ القرآن وكان ابتدى بالإنشاد الديني وابتدى بالتواشيح وبقراءات القرآن، وبعد كده استهوته الموسيقى والفن فغير اتجاهه وابتدى يعمل في الحقل الموسيقي. بيقول برضو الشيخ زكريا أحمد حتى وإنه هو غير، ولكن أسلوبه في التلحين أو أسلوبه في الأداء كان إلى حد كبير بيمثل مدرسة المنشدين. يعني هو كان موضوع في دماغه جامد، كان عنده مخارج حروف كويسة، كان عنده انتقالات مقامية ولحنية كويسة، ويمكن كان بيرجع لأنه تتلمذ على إيد عمالقة كبار كانوا موجودين في الفترة الزمنية بتاعته اللي كان موجود فيها. كان من الناس اللي بداياته من أصعب البدايات اللي الناس ممكن تتعرض لها. يعني هو والده كان بيتوسم فيه إنه هو هيبقى شيخ من مشايخ الأزهر في يوم من الأيام. فطبعا لما ابتدى يهتم بالموسيقى وابتدى يهتم بالمنشدين وابتدى يهتم بالموالد وابتدى يمشي ويروح يتفرج على الناس اللي بتقدم الحاجات دي في الموالد والأماكن اللي بتقدم فيها الاحتفالات الدينية، ابتدى يبقى فيه زعل بينه وبين والده. كان في الدين عقلك أول واحدة مع علي الكسار. زكريا أحمد لحن في كل تقريبا 90% من القوالب بتاعت الموسيقى العربية اللي موجودة. يعني هنجد إن هو طبعا كل فترة وليها اللي يتناسب معاها. يعني من سنة 16 لحد سنة 22 و23 كان في شركات اسطوانات معينة بتفرض نصوص معينة على الملحنين عشان يلحنوها، عشان تملى الاسطوانات بتاعتها وتبتدي توزعها وتتباع وكده. فكانوا بيفرضوا عليه نصوص معينة عشان تتلحن، ليه من ضمنها ايه ارخي الستارة اللي في لحنها مش عارف ايه. هو نفسه ما كانش مبسوط منها، لان هي دي عبارة عن فترة زمنية معينة بيشتغل على اساسها. ابتدى يختار نصوص معينة يقدر يشتغل من خلالها، وبالتالي ترفع شوية عن الحاجات اللي كان بيشتغل فيها قبل كده، وابتدى هو يقول على نفسها يعني ايه هي دي مش اعمال جادة. لان هو كان دي مقولة بتقول ان هو لو ما وضعش بصمته على اللحن اللي يخلي الشخص اللي قدامه يحترم ويسمعه ما تعتبرش مزيكا بالنسبة له. هو عمل 30 مسرحية غنائية مع علي الكسار، اللي هو فيما بعد لما اشتغل مع الريحاني او لما اشتغل مع جورج ابيض او لما اشتغل مع عبد الرحمن رشدي او شنقر. بدا التلحين حسب ما هو بيقول سنه 17 18، واول مره يلحن يعني زي ما احنا بنقول بالتعبير الدارج شط، اول ما يشطح ينطح، يعني اول ما يلحن لاكبر صوت موجود في مصر وهو صوت استاذه الشيخ علي محمود. استمر في عمليه تلحين التوشيح الديني طول الوقت. طبعا عمل يعني اعمال شهيره، مولاي كتبت رحمه الناس عليك، جل من طرز الياسمين على خديك بالجرنار الى اخره. لحد سنه 22 23 ابتدى يدخل التلحين العاطفي الدنيوي زي ما بيقول وقتها. وكان ده حسب ما الدكتور سيد يعرف، زي ما روى محمد يونس القاضي الشاعر في يوميات كتبها في مجله المسرح وقعد نشرها صبري ام المجد، هلاقي ان هو كان عنده تمكن عظيم جدا 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 في التعامل ما بين الكلمه واللحن. طلب منها تيجي كل ليله في رمضان تسمعه وهو بيقول القران وانشاد ديني، فبقت تيجي كل يوم هي واخوها، وبعدين عزمته عندها في البيت في رمضان برضو وذبحت له وزه زي ما هو معروف يعني، وقضى عندهم يوم او اتنين في بيتهم في السنبلاوين. ودي نفس الرحله اللي كان فيها الشيخ ابو العلا محمد، يعني الشيخ ابو العلا محمد كان موجود برضو في السنبلاوين مع زكريا احمد بيحيي ليله رمضان هناك، بس هي تعرفت عليه في يوم على الشيخ زكريا، وعلى الشيخ ابو العلا قابلته في محطه القطر زي ما معروف الروايه اللي هي بتحكيها يعني. سمح لها انها تغني، حفظها طبعا، حفظت منه. هي كانت زكريا كانت بتيجي عشان تحفظ التوشيح اللي بيقولها، مولاي كتبت رحمه الناس عليك وجل من طرز الياسمين على خديك بالجرنار وغيره، وكانت بتقولهم ضمتهم للبروجرام بتاعها اللي هي بتقوله في كل الليالي بتحييها يعني. واول حد
ساعدها انها تيجي تغني في القاهره كان الشيخ زكريا احمد اللي توصل لها عند حد كان محتاج يعني مطرب يحييه ليله في قوم الشيخ سلامه في الحي الازهر، وعمل لها الحفله دي ودعا يعني الشيخ زكريا توسط للشخص اللي هيعمل الحفله وبعت لام كلثوم، وكان يعني بمثابه متعهد ليها بيساعدها يعني. الحفله دي هو عزم فيها الشيخ علي محمود وافتكر درويش الحريري عشان يسمعوها وعبد اللطيف البنا، وما خلاش حد في مصر، واحمد صبري النجريدي والاصابجي محمد الاصابجي وعلي الاصابجي، فكل دول بيسمعوها في اول مره تغني فيها في القاهره بتذاكر في حفله بتذاكر. الورد جميل جميل، الورد الورد جميل جميل، الورد الورد جميل جميل، الورد الورد جميل، والورق عليها دليل من الأشواق. سنة 31 عمل لها طقطوة اللي حبت يعني. الشيخ زكريا عمل 16 دور، 9 منهم اختص بيهم ام كلثوم. هم بداوا الاول مع رامي لان وقتها بيرم كان بره منفي، لما بيرم رجع هي طلبت من الشيخ زكريا عرفها على بيرم ويجيب بيرم عشان يكتب لها، ومن هنا ابتدى يعني الثنائي او الثلاثي ده، بيرم الشيخ زكريا ام كلثوم. عمل لها في الأربعينات الشيخ زكريا مجموعة من أروع الأعمال طبعاً اللي بقينا منها، يعني 6 من الأعمال الكبيرة: أهل الهوى يا ليل، الأمل، حلم، حبيبي يسعد أوقاته، الأهات، الأولى في الغرام. فهو كان صادق جداً، كان صديق شخصي لبيرم وبديع خالد، كان يعني أعز الأصدقاء، هم كونوا مع بعض ثنائيات كتير وفضلوا طول العمر يعني. بيرم التونسي أول ما جه من أما استخبى يعني، هو هرب من المنفى وجي مصر، من ضمن البيوت اللي قعد فيها واستخبى فيها كان بيت الشيخ زكريا أحمد. قبل ما تنتهي المنفى ويعفو عنه دخل سر الاسكندرية، أما ما قدرش لأنه كان حياته قاسية جدا، وكان بيعمل صالون ثقافي لي والجدتي يعني، هي بتجيب صاحباتها مرة في شهر وهو بيجيب أصدقائه وصالوناته الثقافية. كانت يمكن خالتي الكبيرة زنت كرامة الله يرحمها هي اللي كانت بتحضر الصالونات دي، كانت هي الكبيرة وكانت بتقعد وشافت بيرم التونسي وهي كانت بتغني كمان يعني، زنت كرامة اللي هنا هي غنت هنا خدت منه خدت هو خلاني كلهم كانوا يعزفوا كمان، ويمكن يعزفوا سماعي يعني. خلو يحيى الله يرحمه كان بيعزف عزف يعني، كان بروفيشنال يعني، مع مش بروفيشنال يعني هو بس كان بيعزف في الأوبرا وحاجات زي كده يعني عامل كمان. طنط كرامة زكريا أحمد هي خالتي الكبيرة الله يرحمها، كان صوتها زي ما كان فيه كان قوي جدا، وهي في الأربعين بتاعه غنت هنا. هو صحيح 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 الهوى غنى، معرفش أنا إلا هواك.